بيكم في حلقة جديدة من Ask TikTok أو اسأل TikTok. حلقة النهاردة عن الحظر اللي بيحصل في اللايف. ناس كتير جدا اشتكت الفترة اللي فاتت اللي هم بيتحذروا في اللايف وهم مش عارفين ايه السبب. فأنا النهاردة هكون معاكم وأقول لكم ايه الحاجات اللي انتوا لازم تتجنبوها وانتوا طالعين لايف على TikTok عشان ما يحصلش حظر أو بان للأكاونتات بتاعتكم وتستمتعوا بتجربة كويسة جدا في TikTok. طبعا في الكوميونتي جايد لاين بتاعتنا اللي احنا اتكلمنا عليها في فيديوهات كتير جدا واللي هي ارشادات المجتمع بتاعتنا اللي احنا شرحنا فيها ايه المسموح او ايه الغير مسموح في تيك توك. اللايف هو نفس الارشادات المجتمع بتاعتنا في الشورت فيديوز هي اللي موجوده في اللايف بس باختلافات شويه. يعني هقدر اقول مثلا اللي انت في اللايف ما تقدرش مثلا تجيب طفل معاك صغير ويبقى هو المين كاركتر بتاع اللايف بتاعك، ده غير مسموح تماما. ما ينفعش استخدام الاطفال في اللايف خالص، دي لازم تخلوا بالكم منها جدا. ولو هيبقى في طفل موجود في اللايف معاك لازم انت تكون معاه في اللايف كله، ما ينفعش هو يبقى لوحده اللي بيستخدم الابليكيشن او طالع لايف وبيتعامل مع الناس او بيتكلم مع الناس، ده ممنوع تماما، ده ممكن بيعرضك اللي انت الاكاونت بتاعك ياخد حظر. في حاجه كمان اللي انت تعلن عن منتجات او اللي انت تعمل اعلان عن ادويه او اعلان عن اي حاجه او تسال على اسماء منتجات او كل الكلام ده، ده طبعا بيبقى احنا مش عارفين المنتج اللي انت بتعلن ده عنه ايه، فعشان كده بيتم حظر الحاجات او الفيديوز اللي بيبقى او اللايف اللي موجود اللي بيبقى فيه اعلانات عن منتجات احنا غير معروفه عندنا. في حاجه كمان اللي انت بتعرضك للحظر اللي هو اللي انت الالفاظ القبيحه اللي ممكن تستخدم في في اللايف او اللي انت بتقول بيبقى فيه زي نقدر نقول كده الخناقه بينك وبين حد وبتستخدمه الفاظ مش كويسه، ده طبعا بيعرض اللايف بتاعك برضو اللي هو يتعرض للحظر. في حاجتين كمان لازم تعرفوهم كويس قوي ممكن يعرضوا اللايف بتاعك للحظر، اللي هو اللي انت بتطلب من المشاهدين او المستمعين ليك اللي هم يعملوا لك لايك او اللي هم يبعتوا لك هدايا او بتطلب منهم اي حاجه غير مسموحة. ايه الحاجات اللي غير مسموحة؟ اللي هم يبعتوا لك هدايا، اللي هم يعملوا لك لايك، اللي هم يكتبوا كومنت، كل انواع الحاجات دي طبعا بتعرض الاكاونت بتاعك للحظر تماما. اخيرا بقى اخر نقطة خالص لازم نتكلم عليها ممكن كلكم مش واخدين بالكم منها واللي هي الكواليتي بتاعت الفيديو نفسه تبقى ضعيفة. يعني انت ممكن وانت بتصور الكاميرا مهزوزة، الاضاءة مش كويسة، كل الحاجات دي. فالسيستم عندنا لو فضلت الفيديو لمده معينه، يعني مثلا نقدر نتكلم من 15 ثانيه ل 20 ثانيه الكاميرا مهزوزه او الاضاءه وحشه او التصوير وحش او مصور حاجه مثلا مصور حيطه مثلا او مش مصور اي حاجه شخصيه انت بتعملها، بيتم حظر الفيديو برده وقفلتها حفاظا على سلامه الناس اللي بتتفرج على المحتوى بتاعك. فيا ريت كل الناس اللي بتطلع لايف تستخدم محتوى توعوي، محتوى هادف لللايف بتاعهم، يشاركوا العاب، يشاركوا تحديات مع اليوزرز اللي بيتفرجوا عليهم واللي بيحبوه. شكرا ليكم واستنونا في حلقه جديده من Ask TikTok. باي باي.